معي عبر الهاتف المحلل السياسي محمد طيبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. أهلا بك، مساء الخير. كيف تقرؤون تصريحات وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك الذي قال أن المغرب حاول مغالطة الجميع بتقديمه للائحة دول إفريقية مؤيدة لانضمامه وطرد جبهة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي، طرد الصحراء الغربية من الاتحاد الإفريقي؟ قال أن هناك مغالطة في هذه القائمة. اعتقادي ان احكام السيد الوزير الصحراوي تدخل في اطار تصحيح التدفق الاعلامي الخاص بالقضيه الصحراويه وحقوق الشعب الصحراوي. يبدو لي ان المغرب سقط في مازقين، سقط في مازق الخروج بارادته والتنكر للميثاق الافريقي الذي ساهم فيه، والتقليل من شأن إفريقيا لأنه كان يخطط في ذلك الوقت للالتحاق بالاتحاد الأوروبي عن طريق إسبانيا ولم يفلح. الآن أراد أن يعود لكنه ليس في موقع العائد، وإنما هو في موقع الذي يطلب أن تقبله إفريقيا في إطار تنظيم جديد وهو الاتحاد الإفريقي وليس الوحدة الإفريقية. وبالتالي اعتقادي أن ما تقوم به الآلة الإعلامية المغربية، وهي إعلامية قوية على كل حال وقادر على اصطناع الأوهام للرأي العام المغربي، لأن الدبلوماسية المغربية عندما تتكلم على كلمة طرد فإنها تدخل في التبليغ الغليظ وهو دليل على الإفلاس أساسا في الدبلوماسية. وبالتالي أنا أتابع دقة الملف هذا، سواء من حيث ما يدور حول رهانات إفريقيا، لأن ما يحدث الآن هو أن المغرب يجب أن يمتثل لمشروطية الاتحاد الإفريقي الذي تعد الصحراء الغربية والجمهورية العربية مؤسس للاتحاد الإفريقي، فكيف يطرد مؤسس بين قوسين ويقبل من غادر وتنكر؟ وبالتالي المغرب الآن يخلط بين الإجراءات التي يجب عليه أن يلتزم بها، وبالتالي هو في مأزق العودة فقط وليس في حتى في مأزق البوليزاري أو ذلك. ثم أن عفوا في هذه الكلمة، هو أن الدول الإفريقية دول ذات مصداقية وذات عهود وذات مواثيق وذات دراية، وبالتالي المغرب ليس في وارده إن رأى ذلك، ليس من الوارد أنه يؤثر على الضمير الإفريقي إطلاقاً. طيب الأستاذ طيبي، لماذا يهاجم الوزير الخارجية الصحراوي فرنسا بهذا الشكل؟ قال أنها هي من تحمي المغرب ومن تقف وراء مخططاته، على الأقل تدعمه في كامل مخططاته. هو في الحقيقة الوزير الصحراوي لا يهاجم، الوزير الصحراوي يشخص واقع جيوستراتيجي، بمعنى أن صحيح أن المغرب ما كان له يتعنتر ويراوغ لو لم تكن له حماية أولا أمريكية ودول لا أذكرها حتى لا أتهم، وفرنسا التي تشتغل على خط استراتيجي من 75 اللي هو باريس الرباط داكار، وداكار هي التي تحرك الآن بعض الدول الإفريقية وليس بالعدد الذي عرف. واعتقادي أن هذا هو الأمر، أن الوزير الصحراوي يشخص، وأن التزام فرنسا مع المغرب هو التزام مصيري، الأوصاف التي قدمها تعنيه، ولكنني أعتقد أن المغرب هو جزء من الاستراتيجية الإفريقية الفرنسية وهذا لا ريب فيه. طيب في الأخير فقط، المغرب أعلن أن وجود الجمهورية الصحراوية ضمن الاتحاد الإفريقي أصبح مسألة وقت فقط. نذكر كذلك أن وزير خارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار قال بالحرف أقول الواحد، سنطرد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي شهر جانفي المقبل. والله هذا الذي يزرع الأحلام قد يجد نفسه أمام الأوهام، بمعنى أن المغرب هو خارج الاتحاد الإفريقي وكأنه يتحدث من ذلك الذي يوجد داخل الاتحاد الإفريقي. وبالتالي أنا تصور الأمر هو أن المسألة الآن هو صعوبة العودة إلى الاتحاد الإفريقي تجعل من هذه الغوغاء الإعلامية الوزارية في المغرب هذه الهالة، وبالتالي الصحراء الغربية الآن ترسخت كقضية مرتبطة بالقانون الدولي وترسخت كشعب منظم له أهدافه وله شبكاته، وبالتالي يبدو لي أن هذه عاصفة اصطناعية إعلامية تسبق في النهاية، وهذا تصوري الخاص، تسبق في النهاية تحضير
عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بشروط الاتحاد الإفريقي، وإذا لبى الشروط سيجلس إلى جانب الصحراء الجمهورية العربية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، ووقتها عليه أن يلتزم بكل مقررات هذه الوحدة، أو يخرج من جديد أو تجمد عضويته عقوبة له. وبالتالي نحن الآن حول مرحلة ما يسمى بعض الأصابع، إلى أن نصل إذا لم يمتثل المغرب لحقوق الشعب الصحراوي إلى كسر العظم، وهذا لا نتمناه للشمال الإفريقي عموما. المحلل السياسي محمد طيبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.